دقيتها وحاب اتاكد صدق. جنابك حاليا هل فعلا عندك كشك بالشارع وتبيع؟ اي شو تبيع بهذا الكشك؟ ها؟ شو تبيع بهذا الكشك؟ يعني القاسم الله اللي هو شنو؟ يعني بساكت، دساتين، يعني ببسي. انت موجود تبيع لواحد؟ لا ماني ما اقدر اوقف، يعني خلي احد. اي نعم. يعني هسه ستنسمه بس شوي وراح ارجع بس اذا اقتنع، يعني شلون يعني عتب كبير على الدولة العراقية لو عتب كبير عليك؟ ليش علي؟ تصرف هواية ما لمت الفلوس، الفلوس هنا ما تجي، شلون فنان بحجمك يوصل لمرحلة عندك كل شيء كبير بالشارع؟ ليش تتصل؟ احكي لك وضعي لو انت ما تعرف الوضع العام، ما تعرف الوضع العام. يعني ما عندك اخبار. بس الجمهور ما يعرف. انا اعرف، كل شيء اعرف، بس الجمهور ما قاعد يستوعب انه سعد خليفة له كشك بالشارع يبيع. اي لا شو اسوي؟ بقول لك انا اشتغل بس برمضان ويا دوب تحصل لك مسلسلين. زين الحكومه العراقيه ايش كانت تقدم لك زين؟ انا ما عندي راتب. إيه؟ شنو السبب؟ ما عندك راتب؟ ما عندي راتب. ما عندك راتب رعايه اجتماعيه؟ عندي رعايه اجتماعيه. جيد. ايش قد؟ جيد. ايش قد؟ 175 تاخذ؟ 100 100 وانا اوديها ال 100 كراوي مال سيارات وانا اوديها. بالعكس احنا من خلال هذا البرنامج مالتكم الحلو وبهاي ايام رمضان ان شاء الله يا ربي. صديق سوالي يعني صديق سوالي يعني. صديق. اي صديق سوالي نتمنى وهذه 100 طيئه هاي مصرف حسوني. زين شو تقول الدوله العراقيه لحكومتنا العراقيه؟ شو تقول لهم؟ ناشد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني المحترم، ماذا تقول له؟ يابا عينك على الفنان العراقي. شو تقول له؟ اني احكيها مره مرتين بعد ما احكيها. هسه شو نقول له؟ لا حياء لمن تنادي. يابا خلص.